وتنضم إلينا الصحفية من القدس المحتلة الأستاذة ليندا شلش، أهلا بك. يعني بعد تأجيل وتصريحات متناقضة، هل فعلا وفد الكونغرس من القدس المحتلة لبحث خطوات نقل السفارة أم لم تتضح التفاصيل بعد؟ هناك تضارب في الأنباء حول زيارة الوفد الأمريكي الإسرائيلي. كان تحدث عن أن الوفد وصل يوم أمس، ولكن حسب وزارة الخارجية الإسرائيلية فإن الوفد يصل اليوم في جولة رسمية قصيرة تستمر ل 24 ساعة. طبعا يضم هذا الوفد أعضاء من الكونغرس بالإضافة إلى رئيس اللجنة الفرعية في الأمن القومي، وذلك لبحث تفاصيل نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى مدينة القدس المحتلة. بحسب الإعلام الإسرائيلي فإنه سوف يتم دراسة نقل السفارة الأمريكية من الناحيتين العملية والسياسية. وتخص هناك رفض هذه الزيارة من قبل السلطة الفلسطينية التي وصفتها بزيارة الاستفزازية. يعلم الجميع بأن دونالد ترامب الرئيس الأمريكي المنتخب كان تحدث في دعايته الانتخابية عن نقل السفارة فورا في حال فوزه، ولكنه تراجع في تصريحاته الأخيرة عن هذا الأمر وقال أن الأمر يحتاج لبعض الوقت. كما ذكرت السلطة الفلسطينية ترفض هذه الزيارة، وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس أرسل برسالة إلى دونالد ترامب وطلب منه تأجيل هذا القرار أو تجميله، خاصة وأنه سيؤدي إلى عرقلة العملية السياسية وسيؤدي إلى إنهاء حل الدولتين الفلسطينية إلى جانب دولة الاحتلال الإسرائيلي. يعني برأيك هذا الموضوع إن تم فعليا إلى أي مدى سيساهم في تهديد مسار السلام الفلسطيني الصهيوني؟ نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى مدينة القدس المحتلة سيؤدي إلى تعميق الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. تعلمون بأن مدينة القدس المحتلة هي محتلة وفق القانون الدولي، وهناك مطالبات للاحتلال الإسرائيلي بأن ينسحب على الأقل من شرق المدينة. نقل السفارة الأمريكية إلى القدس سيؤدي إلى تعميق الاحتلال الإسرائيلي وسيكرس الاحتلال الإسرائيلي في مدينة القدس، وبالتالي هناك رفض كامل من جانب السلطة الفلسطينية وكل الفصائل الفلسطينية لهذا الأمر. وأيضا كان هناك مناشدات من جانب الأردن للولايات المتحدة الأمريكية ولدونالد ترامب بأن يتراجع عن هذا القرار، لأنه سيؤدي إلى تعميق الفلسطيني الإسرائيلي، وهذا الصراع هو قلبه مدينة القدس المحتلة. وبالتالي هناك مطالبات فلسطينية وعربية للولايات المتحدة الأمريكية بأن تتراجع عن هذا القرار. بكل الأحوال نحن وصول الوفد الأمريكي لهذه المنطقة تحديدا إلى تل أبيب، هو سيلتقي رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بالإضافة إلى عدد من المسؤولين الإسرائيليين. وفي أعقاب هذه الزيارة سوف يتم الإدلاء بتصريحات عن نتائجها، ولكن بعض التحليلات السياسية تقول بأن الولايات المتحدة الأمريكية ربما فعلا تتراجع عن قرار السفارة الأمريكية إلى القدس، لما سيؤدي هذا الأمر من نتائج سلبية على المستوى السياسي. نعم، على وقع الاحتلال الإسرائيلي. نعم، هل هناك علاقة بين الخطوات التصعيدية التي تقوم بها حكومة الاحتلال في القدس من منع الأذان وسياسات الهدم والحفريات تحت الأقصى والتي تعد ضوءا أخضر من قبل الأمريكيين، وبين قرار ترامب نقل السفارة الأمريكية إلى القدس؟ هناك تحليلات سياسية تقول أن الاحتلال الإسرائيلي تمد هذه السياسات من خلال دونالد ترامب، بأن سياسات دونالد ترامب ودعايته الانتخابية منحت الاحتلال الإسرائيلي الأخضر لممارسة هذه السياسات والاستمرار في سياسات التهويد والاحتلال، سواء كان ذلك في مدينة القدس المحتلة في المسجد الأقصى أو من خلال هدم المنازل. في الفترة الأخيرة كان هناك قرارات كثيرة في هدم منازل المقدسيين بالاستيلاء وحدات استيطانية في مدينة القدس المحتلة. وبالتالي وفق التحليلات السياسية فإن دونالد ترامب منح الضوء الأخضر لمواصلة هذه السياسات، وهناك خشية من استمرار هذه السياسات في ظل الصمت الأمريكي والدعم الأمريكي، وتحديدا في ظل طبعا دونالد ترامب ورئاسة دونالد ترامب واضحا وصريحا جدا في دعمه لإسرائيل خلال دعايته الانتخابية بعد فوزه في انتخابات الرئاسة الأمريكية. نعم، صحفية من القدس المحتلة الأستاذة ليندا شلش، شكرا جزيلا لك.